السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى اموركم كامله تكون مزيانه ومرحبا بكم في فيديو جديد. فصل الشتاء على الابواب، وفي هذا الجو ديال البرد والشتاء كنحتاجوا اننا ناكلوا شي حاجه اللي غتدفي لينا لو كور ديالنا، او ميم طون تكون غيش اون فيتامين. فاليوم كنقترح عليكم ان فولوتي دو سيتروي، اولا شوربه بالقرعه الحمراء اللي كتكون مشويه، وصفه اللي سهله بزاف وسورتو سورتو بنينه. انا متاكده انكم الا جربتوها ما غتندموش عليها، فخليكم معايا. بالنسبه للمقادير، اول حاجه غنحتاجوها هي القرعه الحمراء. بيان سور غادي نختاروا شي قرعه حمراء اللي تكون مزيانه، باش كنعرفوها اللون ديالها كيكون ناصع، وحتى المذاق فاش كندوقوها كتكون حلوه. فغادي نقشروها وغنقطعوها هكا اون غون كوب. بالنسبه للقرعه الحمراء الا كانت مزيانه فاكيد ان لوغو غادي يجي زوين ديال لا سوب ديالنا. غادي نحتاجوا 4 الفصوص ديال الثومه اللي تكون صاينه، غنحتاجوا رزمه ديال القزبر ومعدنوس، والبوارو. فالبوارو غادي نحتاجو غير البيض، ديك لابارتي اللي كتكون بيضه ديالو. نحتاجو ضامه البنة ديال البقري اولا الدجاج. بالنسبه لضامه البنة الا كان عندكم المرق ديال الغنمي اولا الدجاج اولا الخضر فمن الاحسن، الا ما كانش عندكم غتعوضوه بحالي هكا بالضامه. غنحتاج شويه ديال الكوزه، ملحه والبزار، والماء باش غادي نمرق، وكاس كبير ديال كريمه الطبخ. اول حاجه غنبداو بها غادي ندخلوا القرعه ديالنا مع ديك الثومه تشوى في الفران. فالقرعه كتاخد شي شويه ديال الوقت في الطياب، غادي نخليوها لمده ديال 20 حتى 30 ديال دقيقه، وهي في الفران كتشوى على خاطرها. من بعد ما تشوات غادي نخرجها من الفران. هنا كيف ما كتشوفوا باش كنعرفها انني كنمعكها وكتمعك فاسيلمون، فهنا كنعرفها انها تشوات. غادي ناخذ كوكوط غندير فيها اون بون كونتيتي ديال زيت العود ومعلقه كبيره ديال الزبده، باش غادي نشحر فيهم البوارو ديالي. ضروري ما غنشحروا البوارو قبل ما نزيدوا باقي المكونات، باش هكا كيطلق لينا ديك الحلاوه ديالو اللي كتعطي لا سوب ديالنا واحد لوغو زوين. الوغ الا ما كانش عندكم البوارو تقدروا تعوضوه بالبصله، ولكن من الاحسن لي سوب ديالكم كاملين خدموهم بالبوارو، فكيعطي بوكو بلوس دوغو. صافي غادي نشحروا مزيان حتى يهبط. اون فوا سي في غادي نزيد له ديك القرعه اللي شويناها، غنزيد ليه قزبر ومعدنوس، ضامت البنة، وشويه ديال الكوزه غادي نحكها بحال تقولوا الراس ديال معلقه صغيره. وبيان سور مليحه والبزار. فالمليحه انا ما كنديرش بزاف في الاول حتى كطيب وعاد كنريق اللوغو، حيت لي سوب من الاحسن يجيو مسوسين على انهم يجيو مالحين بزاف. وصافي غادي نغطيو المكونات كامله بالماء. بالنسبه للنيفو ديال الماء كيف ما شفتو غادي ندير الكميه اللي غتغطي ليا المكونات ديالي، وصافي ما غنديرش بزاف د الماء، حيت هنا عندنا غرض ان نحصلوا على فولوتي سوب اللي تكون خاطره ماشي تجي جاريه. وغنغطيو على الكوكوط ديالنا لمده ديال نص ساعه، فكل شيء طايب. غادي نحتاجو جوست ان ديك المكونات تطلق مع بعضياتها. خلاص انا لاسوب ديالنا طابت، غادي نخليها تبرد شي شويه وندوز باش نميكسيها. فغنحاولوا اننا نميكسيوها مزيان باش ما تبقالناش هكاك القريعه طريفات. سي بون سي في. الوغ هنا غادي نزيد الكريمه، كاس كبير ديال كريمه الطبخ لهاد لا سوب هادي. فهاد لو ميلونج ديال لا كريم مع القرعه الحمراء سي ان فري ديليس، غادي تعجبكم بزاف.
هنا من بعد ما خلطت المكونين بجوج مع بعضياتهم غادي ندق ونشوف الملحه الا كانت خاصاني نزيدها، سينو غادي نشعل عليها البوطه ونخليها تطبخ واحد شويه، وهكا غادي تكون لاسوب ديالنا واجده. ولا سي بون، لاسوب ديالنا واجده، فيت في بيان في، كتجي بنينه بزاف، ضروري انكم تجربوها. بالنسبه للتزيين غادي ندير كلكو غوت ديال لا كريم، وغادي هكا ندير دي موتيف بالكوردون. مهم سي دو نيمبورت كوا. وإلا كانت عندكم زريعة ديال القرعة من الأحسن تقدموها بها، من بعد كتاكلوها معها فكيكون فيها بوكو بلوس دو فيتامين. ولا سي بون، هذا هو الشكل النهائي لا سوب ديالنا، وحتى لا تيكستور ديالها كتجي خاطره بزاف. الا جربتوها ما تنساوش تخليو لي في لي كومونتير كيفاش جاتكم. وهكا غنكون وصلنا لفان لا فيديو ديالنا، كنتمنى ان الاقتراح اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم بزاف على المتابعه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. بسلام عليكم.